السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجنا المتواضع من سلسلة معلومات حول العالم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن دولة مهمة جدا، وهي أعز في قلبي، أو بالأصح هي أعز على قلوبكم جميعا، لأننا اليوم سوف نتحدث عن دولة موجودة في كل قلب مسلم على وجه الأرض، وهي أرض الكنانة، وهي دولة فلسطين. فلسطين وهي عاصمتها القدس. فلسطين هي أرض الأنبياء، والتي ولد فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام، ودفن فيها ودفن ابنه فيها في مدينة الخليل. المسجد الأقصى هي أول القبلة قبل مكة، وأول من بنى المسجد الأقصى هو سيدنا آدم وليس عبد الملك ابن مروان كما يزعمون، فهو قد بنى قبة الصخرة، وسيدنا عمر بن الخطاب قد بنى المصلى القبلي الجزئي من المسجد الأقصى. تم احتلال القدس أكثر من 24 مرة عبر التاريخ. كتير صح؟ كتير قوي، واحنا نايمين مع الأسف هاي صحونا. وتقع أهم كنيسة على مستوى العالم في فلسطين، ومفتاحها موجود على يد عائلة مسلمة. حرمان اليهود من القدس لم يكن بأمر من عمر بن الخطاب، بل أجمعت عليه الحضارات التي حكمت القدس عبر الإسلام. يأجوج ومأجوج سوف يقتلون على أرض فلسطين على يد نبينا عيسى عليه السلام، ويسقطل الأور الدجال على الباب الجنوبي لمدينة الله بفلسطين. فلسطين أرض المحشر والمنشر، وهناك يكون آخر علاقة بين الإنسان والأرض. من أشهر الصحابة الذين عاشوا في فلسطين عبادة ابن الصامت وشداد ابن الأوس. وأول مدينة بالعالم هي مدينة أريحا، وأول اتحاد رياضي في آسيا كان في دولة فلسطين. وبذلك قد انتهينا من حلقة اليوم، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونراكم إن شاء الله الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.